الحديث عن تأجيل الانتخابات لموعد بعد تشرين الأول المقبل عار عن الصحة وفق تأكيدات الرئاسات الثلاث، إذ أن ما يتداول بشأن التأجيل في المنصات الإعلامية والرقمية قد نفي من أعضاء مجلس النواب. الكلام موجود في الإعلام، بعض الإعلام الغير رسمي طبعا، لكن نحن يعني بطبيعة حالنا نأخذ التصريحات الرسمية من الرئاسات، من أصحاب الشأن. فخامة رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إجراء الانتخابات، وأكد أيضا أن عم هناك مشاكل، ربما هناك عدم استقرار، لكن هذه الحالة تحكمها وعلاجها هو من الشعب، والشعب هو من يقرر. لذلك وجهة نظرنا، وأيضا أنا يعني معلوماتي، أنه مجلس النواب العراقي ليس مع تأجيل الانتخابات. وترى كتل سياسية ومنها تيار الحكمة أن تأجيل الانتخابات قد يؤسس لمشكلات أو أزمات إضافية في المشهد العراقي، إذ دعت تيار جميع الأحزاب والتجمعات السياسية إلى دعم الأمن الانتخابي وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بموعدها. مسألة الأمن الانتخابي لا تقاس بمقاييس رقمية، وإنما تقاس من خلال الشيء الواضح والظاهر، من خلال وسائل الإعلام، من خلال الوضع العام، من خلال مؤشرات عامة تحددها الجهات المعنية. ما نراه ونعتقده لحد هذه اللحظة لا يوجد وصول إلى المستويات المناسبة للأمن الانتخابي التي توفر المساحة المناسبة لخروج المساحات الرمادية ومشاركتها الفاعلة وتغييرها للمشهد الانتخابي والسياسي وإنتاج المعادلات الجديدة الملبية للطموح. بين الحديث عن تأجيل الانتخابات وتوجهات الحكومة والكثير من الكتل السياسية لإجرائها في موعدها، يبقى الناخب العراقي بانتظار أن يتحقق الهدف، انتخابات نزيهة وشفافة تمثل إرادة الناخبين لا إرادة الأحزاب. ياسر عامر، العراقي الإخبارية، بغداد.